لأوامر الخارجية، يفهم منه أنه قد نفضت السلطة يديها من إمكانية توقيع اتفاق مع صندوق نقد دولي، وتعرفين ما يعني هذا من أنه الأزمة المالية للأسف الشديد ستتضاعف، ربما تغرق تونس فيما حذرت منه دول أوروبية من الانهيار الاقتصادي. فاطمة الكريمة. نعم، هو للأسف المرسوم على 54 يتناقض حتى مع الدستور يعني 22. يعني لو تفحصنا الفصول يعني فصلا فصلا في المرسوم وتبعنا يعني ما كتبه بيده في الدستور لرأينا تناقض صارخ. يعني هذا المرسوم الذي صدر في سبتمبر 22 قبل يعني قبل المرسوم 54 ب يعني تقريبا بثلاث ايام، كانت الغايه منه هو تكميم الافواه. يعني واضح منذ البدايه ان الغايه من المرسوم تكميم الافواه حتى لا يقع التدوين على المترشحين في الانتخابات. يعني لكن للاسف اننا نرى في البرلمان ان صح كذلك هذا الاسم هذه التسميه، كان المفروض ان يناقش هذا المرسوم، او لانه يشعر كمواطنين تونس بقطع النظر ان كانوا من معارضه او كانوا حتى من المدونين، ان هناك قلق، هناك ضجر، هناك خوف، هناك حالة رعب يعيشها المواطن التونسي. كان من المفروض أن تكون في أولويات العمل البرلماني منذ الأسبوع الأول، يعني حتى قبل جلسة النظام الداخلي، أن ينظر في هذا المرسوم وأن يقوم بإلغائه باعتبار هذا من صلاحيته. ولكن لا أتصور أن عن يعني برلمان ينظر في الخوف، يعني الخاصة لا أتصور أن يقع إلغاء هذا المرسوم. بالحقيقة أن نعود إلى قلت أن اليفمي معناها لما يتوصل على الاتفاق، أظنهم أنهم يعولون على الضغط الجيوسياسي باعتبار وضعية الحرقة كما صرح بذلك الإيطاليين. يعني ربما هم ينتظرون الآخر ليدفع صندوق النقد الدولي لإقراض تونس، وربما سيصلون إلى ذلك إلى مبتغاهم بذلك. ولكن هذا ليس حل، حتى كلمة التعويل على أنفسنا ليست حل باعتبار نحن لا ننتج، نحن شعب نستهلك ولا ننتج. يعني لابد أن يقع حوار، لابد من حوار. والرئيس للأسف يتهرب من هذا الكلمة. اليوم ما كتبه بسام الطريفي حول المبادرة التي أصبحت جاهزة سنأتي عليها، مبادرة الاتحاد فاطمة، فقط مبادرة المرمس أربعة سنأتي على عناوينها. فقط عطفا على كلامك، قلت أنه المرسوم 54 لا يتماشى والمعايير الدنيا ومع مضمون حتى الدستور الذي سنة سعيد يعني ب10%. المفوضية السامية لحقوق الإنسان قبل يوم أكدت أنه لا يتلائم فعلا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية الصحافة والتعبير. هذا تأكيد من المفوضية السامية. نعم هذا أكيد، وليس كان حرية الصحافة والتعبير بكذلك حتى يعني بالنشاط السياسي لا يتماشى حتى مع يعني حتى التدوين. حتى هذا المرسوم الذي كان يعني الغاية منه تكميم الأفواه لفترة معينة أصبح الآن السيف يسلط على الجميع، لا يستثني لا محامي ولا صحافي ولا مواطن عادي ولا ناشط مدني، ولا يستثني أي أحد. يعني هذا المقصلة التي تسلط على التونسي صباحا ومساء ويوم الأحد، يعني لا ترتاح، والتجسس على الهواتف والدخول إلى الواتساب وغير ذلك، وكلها تحال المرسوم 54. يعني وهو يحمل كل المآسي، يعني هو يتوسع ويتمطر حتى يحتضن كل ما تقره يعني التحقيقات والبحوث الأولية حتى تتلائم مع ما يضرب الصوت وما يضرب حرية التعبير، وخاصة أن هناك خوف حتى داخل القضاة باعتبار المقولة القائلة أن من يبرئ هؤلاء فهو شريك لهم. يعني لا ننسى حتى أن القضاة يعملون تحت مقصلة أخرى وهي مقصلة الخوف، مقصلة اللا عدالة حاليا. يعني اليوم بعض الأمل في قضية في محكمة التعقيب عندما أعيدت قضية الأستاذ مهدي زغروبة إلى الاستئناف، ولكن ننتظر قرار الاستئناف. يعني أحيانا نفرح لمجرد تطبيق القانون، أصبحنا يعني تطبيق القانون يفرح المواطن التونسي، أن تحقيق بعض العدالة يفرح المواطن التونسي. يعني لم نعد نحلم بالعدالة، أصبحنا نحلم ببعض القانون، وهو يعني مختلف كذلك أن تطبق القانون ليس أن يعني تقر العدالة. نحن في وضع في تونس حقيقة، وضع الحقوق والحريات هو وضع صعب جدا ووضع معقد جدا،
واتصور حسب ما ذكر الاستاذ نجيب الشربي بالامس ان القائمه ما زالت طويله، يعني للاسف انه الكل اصبح يعيش حاله خوف، هل انا ضمن او هل فلان ضمن او هل ابنائي، يعني حقيقه حتى العائلات تخاف ربما، يعني اصبحت الامهات تنصح ابنائها لا تكتبوا، يعني اصبحنا هذا الفضاء اشاعه الرعب، يعني اشاعه الرعب زرع الخوف كما قال سيد رضا، هي سياسة قديمة فقط ينتظر التعامل والتفاعل معها. التوانسة الذين خبروا على الأقل نخبة سياسية خبرت التعايش والتعامل مع أعتى الديكتاتوريات، فمنتظر جدا أن تكون لها كثير الخبرة لامتصاص هذه الهجمة، تعرف الهجمة على كل السياسيين.